سي بون بالغ حزن والاسى. لقينا خبر وفاه اخينا وصديقنا استاذ كمال عبد الواحد، الانسان المحب والعاشق للفريق اولمبيك اسفي، المسير الصادق والخلوق. جميع مكونات اولمبيك اسفي ستفتقد الفقيد لخصاله النبيله. تعازينا الحاره لاسره الفقيد ول يعني ولاسره فريق اولمبيك اسفي، ونتمنى من الله عز وجل انه يجعل مثواه الجنه مع الخلفاء والصالحين. وكما قلت هذا يعني صدمه كبيره لنا والاصدقاء ديالو ومكونات فريق اولمبيك اسفي. نتمنى من الله يعني يتغمدوا بالرحمه ديالو، ويعني نتمنى الصبر والسلوان للاسره ديال الفقيد. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.